لقد أثر الإسلام على الأرواح قبل العقول، مما أنتج لنا تراثاً يحمل فناً في العمارة والصناعة والتجارة والعلوم. واليوم نعود معاً لنشاهد ما كان من فن إسلامي. اعتبر صهر النحاس فناً من الفنون، فهو يمكن الصانع من تعدد استخداماته ليكسبه قيمته بين الناس. المصريون القدماء هم أول من استخدم النحاس كأنابيب للمياه. أما قصة تطوير العرب المسلمين لفن المشغولات النحاسية فلها تاريخ وحكايات تدعو للفخر. يعود تاريخ النقش على النحاس الحقيقي إلى بدايات ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، حيث اشتهر الإقبال على تزيين المباني كالمساجد والمدارس والدور والقصور وغيرها من المنشآت بشتى ضروب الزينة والزخرفة. وتهافت الناس على اقتناء الأشياء المطعمة بالرسوم والنقوش، فأدى ذلك إلى نشوء حرف عديدة لسد هذه الحاجة. ولجأ صناع هذه الحرف إلى أساليب مبتكرة ووسائل شتى لتلبية الطلبات المتزايدة على فنهم، كالنقش والرسم والتذهيب والتلوين والتطعيم والتعشيق وغيرها من الوسائل والأساليب التي اصطلح على تسميتها بالفنون الزخرفية. وكان لابد لمحترفيها من أن يتقنوا الخط والرسم أولاً، وأن تكون لديهم الموهبة والثقافة. وتعتني هذه الحرفة بالنقوش الزخرفية العربية ورسوم الأشخاص والحوادث التاريخية ورسوم كبار الشخصيات التاريخية. حقاً لم تأتي أمة من الأمم في فنونها بما يضاهي العبقرية التي تتجلى في الفن الزخرفي الإسلامي. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة، اشتركوا الآن.